فرت ميليشيا الإرهاب الحوثية الكهنوتية من مديرية التحيتة مخلفة موتا وخرابا استهدف المنشآت العامة ومنازل المواطنين في سياسة دفينة حاقدة تخريبية تؤكد نهجها الإجرامي وعقليتها الانتقامية من الجميع. المزيد في التقرير التالي. صور لعمليات التدمير والخراب والموت الذي تركته ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتة ولاذت بالفرار. مشاهد الدمار تمثل في تفجير خزان المياه والمدارس وقصف المنازل وتلغيم إدارة الأمن والمنشآت الحكومية الأخرى. هذه إدارة أمن التحيتة تم تطهيرها من الميليشيات وتم تلغيمها بالكامل، وهي الآن ملقمة وقد فروا إلى منطقة زبيد، فروا من هذه الاتجاه إلى منطقة زبيد، عبرنا من منطقة حيس إلى التحيتة عابرين في الصحاري رجلا حتى نواصل النصر بإذن الله، والحوادث فروا من هذه الأماكن ولقموا كل الأماكن. أبا هنا فمشاهد موت آخر في حجم ونوعية وكمية المتفجرات والألغام التي زرعت في مباني وطرقات ومزارع التحيتة. هذه العبوات التي زرعها الحوثي داخل هذا المقر الحكومي وتم فصلها بالوسائل المتاحة. هذا حبال التفجير السريع الذي يعملها من الحوثي والدغال يفجر من فوق يطحن في فوق العمال. هذه هي العبوات الناسفة، يعني في كل رفض طرحوا حبة على أساس المقر الحكومي ينتهي كله والأفراد اللي يدخلون والمقاتلين كامل ينتهوا. مسيرة الخراب حاولت العبث بعقول المواطنين من خلال مكتبة تحتوي على كتب المقبور حسين الحوثي ومنشورات الموت والكراهية وأعلام لحزب الله المتورط في مواجهة الشعب اليمني، لتكون هذه الخزعبلات وقودا لنار أبطال الجيش. هذا القرآن الكريم التيسير في التفسير إعداد محمد بدر الدين الحوثي، هذا مفسر على كيفهم على هواهم. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة.